عليكم ومرحبا بكم في القناة. اليوم ان شاء الله فيديو على هذه الآلة، الاستعمالات الاخرى اللي ما كنعرفوهاش على هذه الآلة. هي آلة البانيني اللي كنستخدموها غالبا في لي ساندويتش، لي بانيني والتاكوس وغيرها، يعني الاكلات السريعة، ولكن راه عندها استعمالات اخرى يعني حتى هي مفيدة وغادي تعاوننا ان شاء الله في المطبخ. بقوا معايا حتى الاخر الفيديو باش تكتشفوا جميع الاستعمالات اللي غادي نوريكم في هذا الفيديو ان شاء الله. نستعملوا هذه الاله ديال البانيني، نسخنوا فيها المغرير. ندير ورق الطهي، يعني كتسخن البغرير بواحد الطريقه مزيانه، غير هو ديروا ليه هذا باش ما يطراسوش فيه داك الخطيطات، وراه كيسخن بواحد الطريقه زوينه، ما كيجيش يعني ما كيقصح ما والو، كيسخن بحال الله طاب اول مره. كتشوف هو البخار كيطلع منه، يعني كيتسخن بطريقه رائعه. ها هو راه بحال الا يلاه طاب، شوف البخار كيطلع منه ما كيتحرق ما حتى شي حاجه. عندي هنايا الدنجال قطعته دوائر، درت عليه شويه ديال الملحه وخليته حتى قطر منه كاع الماء اللي فيه. ودابا غادي درت اله البانيني كتسخن، غادي ندهنها بشويه ديال الزيت غير شويه، وندهن حتى هنايا، وغادي نبدا نستف في الدنجال ديالي. غادي نسكا، راه بسرعه كيطيب وكيجي مقرمل ومقرمش وما شاربش الزيت نهائيا. ممكن نحمصوا فيها الفواكه الجافه بحال الكاوكا واللوز، حتى الزنجلان. المهم كتلقى التحميص كتحمصوا بواحد الطريقه يعني متساويه. وغادي نسدو عليه، وهذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها، يعني كيجي محمر مزيان. درت الاله ديالي تسخن، وعندي هنايا قطبان ديال الدجاج، قطع ديال الدجاج اللي شرملتهم ودرتهم في هاد القطبان ديال العود. غادي نديرهم دابا يتشوا في هاد الاله ان شاء الله. راه ما كندهنها لا بزيت لا حتى شي حاجه لانها ما كتلصقش. غادي نسد عليها الاله ونخليهم يتشواو. بالنسبه للناس اللي غادي يقولوا لي راه كاينين يعني البريسات اللي خاص بالشواء كيكون فيهم واحد الدرج اللي كينزلوا منه الدهون، صحيح، ولكن حتى هذه راه يعني كتنفع في الشواء، ما كيوقع لها حتى شي حاجه، وحتى الدهون الا ما كانوش كثر راه كيبقاو غير في يعني في ذوك الخطوط اللي كيكونوا، وكتنظف بسهوله وكتبقى هذه يعني رخيصه في الثمن ديالها مقارنه مع هذيك الاله الاخرى اللي خاصه بالشواء. دابا راني سديت عليه، راه دغيا غادي يطيبوا ان شاء الله ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي. وانتم كما كتشوفوا راه الدجاج القطبان راه تشواو وكيبقاو فتيين وما كيجيوش ناشفين، يعني كيبقاو يعني هشاشين والمذاق ديالهم تيجي بنين بزاف. بغيتو تزيدو تحمروهم راه كتزيدو تحمروهم.
تخافوش من النمرات يطيبوا يعني اللي يكون ما كيجيوش خضرين ولا شي حاجه، راه كيجيو طايبين. وغادي نطيب فيها حتى الكفته حتى هي. هانتوما كتشوفوا راه طابو في دغيا دغيا، يعني في 5 دقائق ولا 6 دقائق طابو وجدوا. وبالنسبه للتنظيف كما قلت لكم راه غير زيف وغادي تنظف. ما سخيتش نمسح هذا هاد لاصوص، قلت انا نغمس بيه بعدا بالخبز. هانتوما كتشوفوا راه كتنظف بكل سهوله بسهوله، كتنظف عندي شويه ديال جافي. ايوا خصنا ننظفوها مباشره من بعد ما نستعملوها. هي الآلة ديال البانيني تنظفات معانا وما بقاش فيها نهائيا الأوساخ وبسهولة. وكان هذا هو الفيديو ديال هذا اليوم، نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منه وتستعملوا يعني تستفدوا من الآلة البانيني إذا كانت عندكم. واللي بغات تشوف اللي بغات تعرف معلومات اكثر على الات البانيني والفرق والاثمنه اللي كاينين باش ما تشمتش ويعني تشري شي وحده اللي ماركه ديالها الجوده ديالها عفوا تكون ناقصه، غادي ننزل فيديو ان شاء الله من ورا هذا نشرح فيه جميع التفاصيل. تشتركوا في القناه الا كنتم مازال ما مشتركينش، انضموا للعائله قناه مرسول الطبخ وديروا لايك الى عجبكم محتوى الفيديو، والى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.